اهلا بحضراتكم في نشره فنيه جديده من تلفزيون اليوم السابع. هنعرف من خلالها اهم الاخبار والاحداث في الترندات الفنيه. خليني ابدا مع حضراتكم باول خبر معانا النهارده. وانتهى فريق عمل مسلسل جعفر العمده من تصوير العمل بشكل نهائي، وسوف يعرض المسلسل في سباق دراما رمضان. جمعت المشاهد الاخيره كل من النجم محمد رمضان واحمد داش وعدد كبير من الفنانين. كمان الفنانه مي كساب هتغني داخل المسلسل، وتقدم الفنانه مروه ناجي ايضا أغنية داخل أحداث المسلسل. مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق. والمسلسل من بطولة النجم محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي وعصام السقا وأحمد داش. ولسه إحنا مع حضراتكم مع مسلسلات رمضان، ويقدم الفنان وتشاد طه دسوقي شخصية وجيه شقيق النجم أحمد أمين في مسلسل الصفار، ويعيش معهم مغامرات كوميدية وعديد من الأحداث. ومسلسل الصفار مكون من 15 حلقة، وبطولة النجم أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح ومحمد رضوان وإنعام سالوسة وعدد من الفنانين، وإخراج علاء إسماعيل وعبد الرحمن جويش. وكمان إحنا لسه في مسلسلات رمضان، وهتجسد أكتر من نجمة شخصية أرملة بيتوفى زوجها في أول الأحداث أو خلال الحلقات مع اختلاف طبيعة القصة والموقف، وتتعرض ليها كل شخصية في المسلسل. ومن أبرز النجمات اللي هيكونوا أرامل في رمضان منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، ونيللي كريم في عملة نادرة، ويصرف ألف حمد لله على السلام. ونروح بقى للخبر التاني. تنطلق اليوم الدورة الـ24 بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي القصير، تستمر فعالياته حتى 30 مارس. وكمان انطلق افتتاح أيام المشترك المسرحي في دورته الـ32 بمسرح قصر الثقافة الشارقة، وحضر الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي، وتستمر فعالياته حتى 20 مارس. واخر خبر معانا النهارده، الفنان يوسف منصور اعلن وفاه والدته عبر حسابه على الفيسبوك، ونشر صوره لوالدته وكتب عليها مع السلامه يا امي الغاليه، هتوحشيني جدا واشوفك قريبا. ودي كانت اهم اخبارنا الفنيه، والى اللقاء في تغطيه جديده من تلفزيون اليوم السابع.